عن أنواع ومنتجات من الأكل وعن خطورتها. بحلقة الليلة الأكلة الأحب على قلب أولادكم التشيكن ناجتس، كيف بتتصنع، شو بيدخلها؟ منتابع التقرير ورح نرجع نناقش. كل الأولاد بتحب الناجتس بالمطعم، بس تظهر العيلة بيطلبوا الأولاد ناجتس بأعياد الميلاد، وجبة الأطفال المفضلة ناجتس بالبيت، بس ما تعجبهم الطبخة منقليلوا الناجتس. المنكهات الاصطناعية بتحسن له طعمته، بس رغم هالشي كتار منا بحسوا إنه في طعمة غريبة. التجربة كتير بتختلف لما نعرف شو عم ناكل، والأهم لما نشوف كيف بيتصنع الناجتس قبل ما ناكله. ميات أفلام الفيديو على الإنترنت بتفرجي طريقة التصنيع يلي لو اختلفت بين مصنع والتاني ببعض التقنيات، إنما بتضل عم تنتج دجاج صناعي ممزوج مع بقايا الشحوم والجلد والعظم. وبتوصل الأمور ببعض المصانع لتخطي عملية الذبح الحلال بالذبح مباشرة على المكنات. الدجاج صغير أو صيصان بينحطوا بالنتافة هن وبعدهم عايشين، بيشيلوا الراس وبيضل الصوص بعظامه مثل ما هو، بفوت على مكنة تضغطه وبتشيل العظم وبيبقى القشر، وبعد ما ينشال الصدر والفخاد بيضل بقايا اللحم والشحم، وقشر العظم بينطحن وبيتحول لمعجون لونه زهري بيشبه الآيس كريم. بهالمرحلة بينزاد عليه منكهات اصطناعية ومواد حافظة مثل الصويا والفوسفات والنشا، والأهم بينزاد عليها مادة جلوتامات أحادي الصوديوم. هالمادة المسؤولة بشكل أساسي عن البدانة، بتحفز الدماغ على الأكل وبتتسبب بتعلق الشخص بالمادة يلي عم يكلها، لأنه بتخلي الغذاء تفرز محفزات الشهية. عدا عن الدراسات يلي بتربط بين هالمادة ومرض ربو الأطفال، هالمزيج من شحم ولحم وقشر العظم مليانة هرمونات بتساعد على نمو الدجاج بسرعة قبل ما تصير بجسمنا وتسبب لنا خلل هرموني وأمراض عديدة. الطباخ العالمي جيمس أوليفر خصص أكثر من جلسة توعوية للأطفال من عدة مدارس عن كيفية صنع الناجتس بالتحديد لتحفيزهم على الابتعاد عنه. حكي جالس اختبر ردود فعل طلاب مدرسة المركزية جوني على مشاهد تصنيع الناجتس. الدهشة، المفاجأة، القرف، الغثيان والصدمة كانت واضحة على وجوه الطلاب. قرفنا لأنه بعدهم عايشين وكتير زعلنا، يعني أنه ما بعرف كيف فيهم يعملوها. أنا بطلت حب الناجتس لأنه هيدا شيء مقرف لعولي نفسي. ببقى أكل ناجتس لأنه عن جد قرفت. ما كنت مفكر أنه الناجتس اللي بنحبهم كتير ضلنا ناكلهم بالمطاعم، انه هيك بالطريقه اللي بيعملوه فيهم، كنا نفكروا دجاج عادي. اخر مره باكل ناجتس كنت اكل شوي، بس هلا بالمره انا كنت اكل كتير ناجتس من قبل، بس هلا ركزت على الموضوع وما بقى اكل ابدا. عرفت كتير كاني رح استفرغ، يعني I will never eat again. بحياتي بعد ما رح اكل ناجتس. صراحة كتير قرفت انه ليك لوين وصلنا، انه شو عم ناكل نحن. اذا بنعرف ثلاث ارباع القصص اللي بناكلها بنبطل ناكل، من وين اذا بنعرف من وين عم تجي بنبطل ناكل. اخر مرة اكلت ناجتس كان فيها طعمة ليكويد او شيء هيك، كانت كتير بتقرف، سو ما بناكل ناجتس. يعني انا كنت اكل مره بشهر، بطلت اكل بحياتي. يعني شيء كثير مجوي، ابدا ما اكل ناجتس بحياتي. طعمه قرف، الزيت تبعها مقرفه، منها طيبه. كمان وقت بيعملون اذا وقعت على الارض بيجوا بيرموها وبيعزوها ثاني كلها. مش كانوا ديسكاستينج، بس كانوا كثير طيبين، فحرجع اكل ناجتس. هالتقرير هو بدايه لفتح سلسله تقارير عن الصناعه الغذائيه وعن وجبات الأكل السريع وضررها على الناس بشكل عام والأطفال بشكل خاص. وبين الناجتس المقلية وبين طبخة البيت الصحية، الطلاب يلي شافوا الفيديو بلشوا يغيروا خياراتهم، وهيدا المطلوب لنبلش نغير بعاداتنا.